ألو نعم فاضية بنتي؟ خرج حاكيكي؟ طبعا تفضلي فاضية. عندك حق أنه تاخدي على خاطرك مني، لما شفت علي رضا بهالحالة ما ضل فيه عقل، طلع مني حكي. أنا بعرف أنه ما بتستاهلي. حقك علي. العفو رقية خانم، مالي زعلانة. إذا بيناسبك حابة أعزمك بكرة المساء على العشاء، شو رأيك؟ شو مناسبة العزيمة؟ بصراحة أنا حابة أتشكرك، علي رضا بفضلك غير رأيه بخصوص قضية عائلة أرسوي، رح نسحب الدعوة. بس أنا ما عملت شي أبداً. أنا بعرف ما كان في حدا بيقدر يقنع علي رضا غيرك أنتي. يلا لا تردي عزيمتي وتعي تعشي معنا بكرة المساء، ماشي؟ رقية خانم معلش شوي تاني أحكي معك، عم سوق مالي قدرانة. ايه تمام، بس ناطرتك بكرة على الأكيد. ها خالدة، فينا نحكي شوي؟ ما في أي شي لنحكي فيه، أنا قلت اللي عندي وخلصت. بس أنا عندي ولازم تسمعي اللي بدي أقوله لو سمحتي. مو هاي الحياة اللي كان بدي إياها. بحياتي ما حلمت أعمل هيك شغلات، مو طموحي يصير هيك أبداً. أدري اللي أنا فيه حتى لو شوي. صدقني ما ظلمتك بنوب، بالعكس يلي قلته قليل كتير بحقك. أنت كيف بتخاطر بحياة بابا علي رضا؟ أنا ما عم خاطر بحياة أبوكي، بالعكس أنا بدي أحميه منه. ليش؟ أنت ليش عم تحاول تحمي بابا؟ مشان شو؟ ما عم بفهم. كرمالك أنت، لأنه هذا بيكون أبوكي. أنا حتى مالي قدرانة أحكي لبابا عن همومي لحتى ما رجعوا لجوه القديم. أنت بتعرف شو اللي مجبورة أني أتحمله جواتي؟ أبي كان تارك هالعالم كله ومبعد عن كل هالقصص الوسخة، كان عايش حياة هادية بعيد عنهم، بس حركاتك حرضته يرجع للحياة القديمة. أنت شلون بتقدر تتصرف من غير تفكير ومن دون وعي؟ بس قل لي كيف؟ أنا حطيت كتفي على كتفه مو أكتر. أبوكي ما كان عنده فرصة تانية بنوب. ليش أبي حتى ما يكون عنده فرصة تانية؟ شو بتعرف عن ظروفه؟ انتي قلتي لما قلتي لي ليش رحتي قعدتي مع براق، تتذكري؟ براق وعيلته كانوا رح يتركونا كلنا بحالنا، ما هيك؟ طبعا لا، هيك قلتي، نسيتي ولا شو؟ ما قلت لك اني مالي من النوع اللي رح تقعد ببيته وتطلع مع حراسه كل الوقت ولا نسيان، بس انت فهمان هيك كمان مثل ما بدك. على الاغلب انت ما صرت واحد من حراسه بابا، صرت ايده اليمين عن حقه حقيقه وعم